وتالت يوم اللي بتطلب السحر. حبيبي عقبال عندكم الجميع. نرجع للقصة خالص زي كده. قصتنا اللي بقت بتحكي عن اتنين اخوات مقابل واحد بس كل واحد في الدنيا له طريق. ليه هوايه؟ الكبير اسمه ماهر والصغير اسمه ياسر. ماهر ده هوايته في الدنيا شرب الخمور والمشي ورا النور. اما ياسر بيحضر كل حاجه في النبي عليه الصلاه والسلام. عاوزين نشوف اللي ماشي كويس هيكون ايه؟ واللي ماشي اي كلام هيكون ايه؟ في يوم من الايام ياسر قاعد على فرش السنه وبتاع ماهر داخل عليه مصطوب وفتح كله. عم السنه انت جاي منين؟ قال له جاي من الباب. قال ياسر بص له قال له ياللي كرهت الحلال ليه تحب الحرام وتسيب حلالك ليه؟
سمير سمير انت فيك الحنان كله كله اما كان ياسر بس الحنان زي ما قلت لك وحياه رحمه امه براجل 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 قلت لك امه برمضان على عسل 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 شافي شافي يا شرف 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 يا ابو شرف 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 وارض على الله عشان خاطر الليله واللي عملها عشان خاطر الليله واللي عملها حاج عبد البسيط يبقى نقول الحاج عادل موسى طالما قلنا الحاج عادل موسى يبقى الحاج اسمه زكي الله ينور باشوات الرجالات باشا حاج عز الزكي بيمسي ولاد حاج عز الزكي بيمسي على عمهم عبد البسيط العشره والمحبه يبقى حاج عادل موسى مبشور يبقى برشوم الكبيره برشوم الصغيره اللي شرفتنا عرب المنوفيه يبقى الحاج عادل موسى الحاج عصام سعيد النقرير الشطار حبيبي واخويا الكبير مبشور انا اضيف عليه ببسي على كل اللي موجودين واقول الحاج سمير الدلع وحياه النبي دخلنا في الساحه شويه ايوه يا باشا الساعه اخر الورع Thank you.
عرب انت راجع تمنى وعرب ايوب وعرب صلاصير. يبقى المستشار هاني سعيد القاضي، الحاج سعيد القاضي، الحاج